وهذا كيرتبط بديك الشائعات الاخرى ان اغلب المؤسسات هي ديال الموالين الشكاره، هذا لوبي، هادو الناس ما عندوش. نقول لك بكل صراحه كاين واحد الفئه الان كتقود هذا التعليم الخصوصي ماشي من هذا النوع، يمكن اشتغلت في التعليم العمومي وخبراته وعرفاته ما له وما عليه، والان هي كتشتغل في التعليم الخصوصي وكتطور مزيان. كاين فئه اخرى من هاد الناس اللي هادو موالين الشكاره، شنو هذا من حقه؟ عنده فلوس، وحنا دوله ليبراليه، هذا راس مال مفتوح، كل واحد حتى الان حنا في الصحه ولا في كذا اللي عنده قدره الماديه باش ينفق ما نحبسوهمش، نقول لهم ما ديروش مؤسسات، فهم يقومون بانجاز مؤسسه وتهيئه، كيجيبوا مختصين يسيروا، كيجيب مدير كتوفر فيه الشروط ويحصلوا على ترخيص اداره المؤسسه، كيجيبوا ناس اساتذه كلهم شهود لهم ويتنافسون في ذلك. وبالعكس بعض الخطرات هادو بحكم ان عندهم المال الكافي فهم ينفقون على المؤسسة بشكل غريب، تلقى الرخام وتلقى البيسينات وتلقى الكليماتيزور وتلقى اشياء اللي هي تفوق تفوق. وانا جات عندي لجان يلهجون بديك المؤسسة، شافوها وقالوا انه استغربنا، هذه مؤسسة مجهزة بشكل غريب جدا، نفق عليها مولاها وهي حقيقة تمثل واحد الروعة، خمس نجوم الا بغيتي تقول. فكيف حنا كنقبلوا مثلا، يعني تصور معايا تنقبلوا تنوع الأثمنة في قهوة في مطعم في اي منتوج نحن نقبلوا عليه ولا نقبلوها في المؤسسة؟ عندك الاختيار ثم بالإضافة الى ذلك. فالتعليم الخصوصي هو اختيار ماشي إلزام، والدولة الآن هيأت مجموعة من المؤسسات والآن تتنقص من الاقتضاب وتتحسن في الاستعداد وفي الطاقة الاستعدادية وفي ما, 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 ما يجري من عمل تربوي داخل المؤسسة كتحسن في هذه الظروف. فاللي ما عندوش وما قادرش يدي ولده للتعليم العمومي في الدولة تتكفل بتدريسه. الغريب في الأمر في بعض الأحيان أن بعض الناس يشتكون من تضخم النفقات ولكنهم يبحثون عن هذه النفقات الغالية. علاش؟ لأنه المؤسسة الآن اللي كتخدم بأثمنة مقبولة تراعى، فيمكن بعض الآباء ما تعجبهمش، بيربطوا يقول لك أنها فيها خلل أو جودتها هي أقل من مؤسسة أخرى. وإحنا كانوا عندنا تلامذ اللي غادرونا وبدوا تيخلصوا الثمن اللي كانوا تيخلصوا حاليا مضروب زوج، رغم أن المردودية بقات هي ما عرفتش، ما كيبحثوا ولادهم على جودة كتناسبهم. كتعرف الآن شكون اللي كيحكم في الله، خصوصا في الإعدادي والثاني، التلميذ هو الذي يقود والديه إلى اختيار المؤسسة ماشي الأب. واحد النسبة ديال 80% فأكثر، خلفيته أصدقائه في حرية توجده هنا في تجهيزات كذا في بعد كذا في منطقة كذا. فأعتقد هذا ما يجري الآن بكل وضوح وشفافية. المشروع التربوي اللي قلتي ملي تتهم المؤسسات بانها موالين الشكاره وانهم حنا كانوا تيتقال لنا هذا على المستوى الرسمي، انتم واش كديروا الوزاره التربيه الوطنيه؟ تستهلكون المناهج التي تنتجها، الكتب المدرسيه التي تخرج من المطابع وكذا، تتخذوا الاساتذه بحكم كذا وتستنزفوا المؤسسه العموميه، فماذا تفعلون انتم في التعليم الخصوصي؟ ما القيمه المضافه التي اضفتموها؟ هذا السؤال طرحناه احنا في الان في رابطة التعليم الخاص، والآن نحن بصدد إن شاء الله الدخول مباشرة في هذا المشروع التربوي واللي هو أصلاً قائم هو موجود، ونحيلك على الواقع. الاستراتيجية الآن التي تمارسها وزارة التربية الوطنية اعتمدت على مجموعة من التدابير ذات الأولوية. نعطيك مثال الآن، فتلهجوا بأنه تدريس اللغات، التعليم الخصوصي سباق تدريس اللغات، فنحن نعتني بجميع اللغات. بالآن أنا يلا سبق لي قلت لك حتى أنا والإنجليزية ربما بعض الآن خرقوا، يمكن هذه هذا خدمة تقدم، يمكن الأب يختار ويشوفها هو. الإنجليزية الآن من الروم هذا مشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة. كاين مؤسسات الآن خصوصية فيها طابلو انتراكتيف وأصبح شيء عادي، والداتاشو عادي، والمعلومات وقع الاستثمار ديالها بشكل متقدم جدا في الميدان التربوي. فالتلميذ حينما يدخل تلقى قاعات متعددة الوسائل، تلقى الداتاشو، تلقى السبورة أمامه، تلقى تكنولوجيا حديثة يستخدمها ويستعملها. بل بعض المؤسسات الآن تريد أن تمارس ما يسمى بالمعرفة الرقمية داخل المؤسسات،
وطورات العمل ديالها بشكل غريب جدا، سواء في التعليم عن بعد او في، وعملات دي بلوغ، عملات وسائل هكا اللي هي كتيح التكنولوجيا الجديده من اجل ان يتعلم التلميذ داخليا. حنا كنمارسوا الاختيار فيما يتعلق بالكتب المدرسيه اللي كتجينا من فرنسا، حنا كناخذوها، معناها هذا امتياز كنطبقوا وكنختاروا بشرط اننا تنخبروا الاكاديميه بالاختيار، وبشرط ايضا نلاحظ المحتوى حتى لا يخرج على المقومات وعلى هذا الثقافيه الوطنيه، وحتى نسبب في واحد الخلل في التربيه المغربيه. حنا دائما كنبقاو مدارس مواطنه مغربيه تحافظ على الثوابت مزيان، تسامح، قيم والاخلاق التي يمر بها ديننا، هذه كلها حنا تنحرصوا عليها، ولكن في نفس الوقت تنفتحوا العالم المتقدم في اللغات، في التكنولوجيا الحديثه، فيما يسمى الان كاين التدابير ذات الاوليه كما يسمى بالكفايات العرضانيه. التعليم الخصوصي سبق في هذا الموضوع، الكفايات العرضانيه هي الكفايات اللي ما كنطبقوها شيء، والمفروض انها في داخله في ذاك ما يسمى بالتربيه النظاميه في دروس محدوده بحصص وموجوده في الامتحان. هذيك الكفايات العرضانيه هي كتخرج من ما يسمى بالانفتاح، انفتاح التلميذ على المحيط، انفتاحه على ثقافات اخرى. فهذه الكفايات مثلا راه الان جاري العمل انه نربطوا المؤسسه ببعض المؤسسات الاخرى الخارجه من اجل واحد تنشيط معين، من اجل انفتاح معين على المحيط الذي يدور بالمدرسه. فالمؤسسات كنعملوا خرجات، تنعقدوا شراكات، فتلاميذنا الان تيمارسوا. انا سمعت وهذا واقع، مجموعه من المؤسسات الان الخصوصيه كتحاول تدرب التلاميذ خارج المؤسسه، تعطيهم تدريب حتى يمارسوا الحياه نفسها. وهذا كتعرفوا هذه من المبادئ المتقدمه جدا في التربيه. وايضا حنا لما تنحافظوا على الزمن المدرسي، الزمن المدرسي هو زمن محسوب في التعليم الخصوصي، ما يضيعش نهائيا. علاش؟ لانه مال خاص، فرئيس المؤسسه راه من قبل الاساتذه، اللي ما جاش راه كيخصم ليه او تي يدخل بسرعه. ما كاينش استاذ يتغيب وقت ما بغى وكيقدم اي شهاده طبيه للمرض او اي عذر من الاعذار اللي يخليه يتغيب ولا ما يقومش بالواجب ديالو. هنا الان تدبير الزمن المدرسي هو تدبير فيه حزم. ايضا الحياه المدرسيه كيحاولوا ينشطوها. انا يلا ذكرت لك الكفايات العرضانيه، وكاين ايضا كانت يخرج تلامذه كيخرجوا من الخارج، كاين اللي مشاو للانجليز وكاين اللي مشاو لفرنسا وكاين اللي عاقدين شراكات. احنا الان امام واحد التعليم اللي هو خاص، خصنا نحترمه.